تخيل معي شخص يقود سيارته بأمان، وفجأة يتعرض لصداع شديد وألم في العينين، ثم سيلان من الأنف، ثم يبدأ الألم بالانتشار لباقي أجزاء الجسم المختلفة، ثم تظهر على الشخص علامات الدوار وفقدان الوعي. ولو ترك هذا الشخص دون إنقاذ لربما تعرض للوفاة. هذه الحادثة ليست جزءا من حكاية فيلم مرعب، إنما هي حادثة قد تحصل لأي شخص منا لا قدر الله عند الإهمال أو عدم الوعي بأعراض التسمم. أحادي أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة والطعم، ينتج من احتراق مصادر الوقود ويشكل خطرا كبيرا على حياة البشر. وتسرب هذا الغاز إلى داخل المركبة يؤدي إلى استنشاقه دون شعور الشخص. بعد تنفس الغاز ترتبط جزيئات أحادي أكسيد الكربون مع جزيئات الهيموغلوبين، وهي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم. هذا الارتباط يشكل اتحادا بين جزئيات الغاز والهيموغلوبين، يتسبب في انعدام قدرة الهيموغلوبين على نقل الأكسجين، وبالتالي إلى تلف أعضاء الجسد بسبب نقص الأكسجين. من هنا يجب التركيز على أهم مصدر لانبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون، وهو احتراق الوقود في محركات المركبات عن طريق عوادم المركبات. لذلك ينبغي تجنب تشغيل المركبة بداخل الأماكن المغلقة كمرآب المركبات، وفحص العادم لدى المختص بشكل سنوي للتأكد من أن الغازات المنبعثة من العادم لا تتسرب لداخل المركبة. يمكن أيضاً تركيب أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون التي تنبه مستخدميها عند ارتفاع نسبته في الهواء. وأخيراً خذ التفاصيل الصغيرة بعين الاعتبار، فالعبرة تكمن في الأثر. دمت بخير.